بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لو سمحتوا لي أبدأ الحلقة بتقديم عزاء واجب لدكتورة نائلة عمران، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية اللي هو التحاليل الطبية في القصر العيني، وأحد يعني أعضاء هيئة التدريس الأقوية جدا جدا. دكتورة نائلة عمران لها تاريخها معانا في القصر العيني ولها مواقف ما تتعدش. فقدت بنتها طهرة، بنت مين؟ بنت نائلة عمران وبنت الدكتور المرحوم محمد لهيطة، كان وكيل الكلية، يعني عيلة في القصر العيني كلها. فواجب علي أن أنا أقدم واجب العزاء للدكتورة نائلة طهرة. طهرة أستاذ أمراض جلدية من أشطر دكاترة الجلد اللي في مصر، رحمة الله عليها. توفت سن صغير، سنها صغير جدا جدا يعني. وعايز أقول للدكتورة نائلة إنها في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله. ده طول ما هي عايشة وإحنا بنقول البنت دي اسم على مسمى. والله أنا ما أعرفش مين اللي سماها طهرة، وهي طهرة فعلا، بنت يعني مثل جيد جدا للإيمان والصلاح والأمانة في العمل والجدية، كل حاجة. رحمة الله عليك يا طهرة، وربنا يصبرك يا دكتورة نائلة، لأن طهرة مش واحدة عادية فعلا، يعني ربنا فعلا يصبرك. بس عايزين نحتسب هذا العمل لله عشان ناخد ثواب. وهي راحت ومش هترجع. بدل ما ناخد ذنوب بالحزن العالي، لا بالعكس، ده ناخد ثواب. فرصة لك يا دكتورة نائلة ان يكون لك. طبعا محدش يقدر يقول لك ما تزعليش، ده يبقى مجنون اللي يقول لك ما تزعليش. فقدت اعز ما تملكي، اعز ما تملكي. يا ريت حد من اللي سامعني يكون احتك بطهرة رحمة الله عليها كطبيبة، يشوف كانت بتعامل الناس ازاي، كانت بتدور على اللي محتاج علاج من المرضى اللي بيقول بتعرفش حد محتاج يعمل اي حاجة في الجلد ويبقى تقولها مجانا. فعلا كانت اسم على مسمى رحمة الله عليها. دي بس بداية، لأن دي بداية واجب عليا، لأن طهرة دي زي بنتي بالظبط، والدكتورة نائلة دي أخت عزيزة لها مواقف كثيرة جدا معانا. ربنا يصبرك يا دكتورة نائلة ويرحم زوجك دكتور محمد لهيطة كما يرحم بنتك، يكونوا الاثنين في الجنة إن شاء الله. ماهر الشيمي بعت رسالة جميلة جدا 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 لا يقال وأنا بشرح فيها إلا سبحان الله. طول ما أنا بتكلم هتقول سبحان الله. ماهر الشيمي بيقول أنا 30 سنة ولا أشكو من أي شيء، وسني 28 سنة رحت أعمل تشيك كده أشوف أنا حلو ولا وحش، فاكتشفت ان في حاجه في الكبد عاليه، والدكتور قال لي دي حاجه اسمها جيلبرت. ما معنى هذا؟ يعني رساله جميله جدا جدا جدا. جيلبرت مرض مشهور جدا، هشرحه بالتفصيل، وانا بشرح هقول سبحان الله. ليه؟ بتكلم على اهم عضو في الجسم. يعني ساعات اخش الطالب في الامتحان في بكالوريوس اقول له ايه اهم عضو في الجسم، يقول لي المخ، اقول له المخ مهم جدا جدا بس مش اهم عضو، يقول لي القلب، اقول له ايوه القلب مهم جدا. طبعا كل اعضاء مهمه جدا. انا منتظر يسالني سؤال قليل من الطلبه اللي بيسالهولي، يقول لي انت بتقول مهم على اساس ايه؟ ايه
الأهمية. طب القلب مهم مش عايش من غيره، والمخ مهم مش عايش من غيره، والرئة، الرئة اللي بتديني أكسجين ما اقدرش أعيش من غيره، محتاج جهاز تنفس صناعي في الحال لو الرئة جرى حاجة. فأنا بنتظر الطالب اللي هو ذكي جدا جدا يقول لي أنت بتقول مهم على أساس إيه؟ أقول له على أساس عدد الوظائف الذي يؤديها العضو. الكبد بيؤدي عدد وظائف كبيرة جدا جدا جدا، ومن هنا ممكن وبسهولة أقول ده أهم عضو. عدد الوظائف اللي بيعملها الكبد كبيرة جدا جدا، هنستعرضها عشان أوصل لإجابة هذا السؤال اللي بعته الأخ العزيز ماهر الشيمي. عشان أوصل لجيلبرت لازم أقعد أشرح شوية، بحيث إن أنا أقول لك أه جيلبرت كذا، تبقى أنت عارفه زي ما تكون عارف اسمك، لأن إحنا بنسأل فيه بكالوريوس، ومرض مشهور، مرض موجود، قد يتشخص وقد لأ. طب لا ده مرض ولا لا مش مرض، مش مرض، ده زي واحد مناخيره كبيره ده ظاهره، زي واحد عينيه خضراء ظاهره، واحد عينيه سودة. فجيلبرت ما نعتبروش مرض، يعني مرض يعني له علاج وله كذا وله كذا وله ابحاث، اذا ثبت انه جيلبرت ما تقلقش خالص، ممنوع الخرج، بس محتاج ان انا ما شخصوش غلط، هو حاجه تانية وانا بقول ده جيلبرت ابقى ضيعت العيان، ضيعته لو انا بقول ده جيلبرت هو حاجه تانية خطر جدا جدا جدا. نمره اتنين، عايز متابعه بانتظام، هتحلل 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 عشان نشوف ايه الحكايه. الكبد بيقوم بوظائف عديده جدا جدا، وظائف مع السكريات ملهاش دعوه بجيلبرت، لما اوصل لجيلبرت هقول لك. وظائف مع السكريات يعني ايه؟ انا اكلت عيش نزل الامعاء اتهضم بقى ايه؟ بقى سكر جلوكوز. اكلت مكرونه نشا اتهضمت بقت ايه؟ جلوكوز. اكلت رز جلوكوز، خدت سكر اتكسر بقى جلوكوز. اذا نهايه النشويات سكر احادي. نقول ايه؟ سبحان الله، سكر احادي. الجلوكوز سكر احادي، يعني ايه احادي؟ يعني الجزيء سكر. طب سكر ثنائي يعني جزيئين سكر مسكوا ببعض بقى ثنائي. طب ثلاثي، طب رباعي، طب كتله كبيره، وهكذا. فالجلوكوز يعني اي حاجه نشا عندنا او سكر مش احادي يتهضم يبقى احادي. سبحانك الله يا رب، ربنا عمل كده ليه؟ عشان اقدر اخده في الدم، ما هو لو ثنائي ما يخشش، او نادرا ان انا ادخل ثنائي، انما احادي يروح داخل بسهوله جدا. عشان كده السكر اللي في الدم اسمه ايه؟ جلوكوز. طب وانا اكلت جلوكوز؟ ده الجلوكوز ملوش طعم، ده الجلوكوز اللي هو السكر الاحادي ملوش طعم، لا انا اكلته ثنائي او ثلاثي او نشا، لكن وصل في الامعاء بالهضم الى سكر احادي وهو الجلوكوز. عشان كده لما اخد عين الدم واقول له قيس لي السكر، بيقيس ايه؟ جلوكوز. تقول لي طب وده ايه؟ ده انا اللي كلته عيش، ايه اللي خلاه جلوكوز؟ اقول لك عمليه الهضم، الهضم يفضل يتهضم 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 لما يبقى جلوكوز. اول ما يبقى جلوكوز يمتص. يعني ايه يمتص؟ يعني يخش من الامعاء الى الدم. الى ايه؟ الى الكبد. الى الكبد. الكبد يبص للدم كده يقول له انت حكايتك جلوكوزك كام؟ مش هكمل بقى الا بعد الفصل.
قبل الفاصل كنا بنتكلم على قصة النشا اللي اتهضم وتحول إلى جلوكوز، والجلوكوز راح داخل على الدم لأنه سكر أحادي مش ثنائي ولا ثلاثي ولا هو نشا، ده اتهضم تماما لحد ما بقى وحدة اسمها جلوكوز يخش على الدم. عشان كده لما اجي احلل في الدم ادور على جلوكوز، انا ما بدورش على العيش في الدم ولا مكرونه ولا رز، مع اني واكل عيش ورز ومكرونه، لكن انا ما ادور على منتجاتهم، منتجاتهم جلوكوز. تخش على الدم تطلع الكبد، والله اللي ما يقول سبحان الله في اللي جاي ده يبقى مقصر مقصر. الكبد يلقط الجلوكوز ويبص للدم، سكرك ايه يا دم؟ عالي، مش هديك الجلوكوز ده، لانك لو اديتهولك هيعليه زياده تبقى كارثه. واطي السكر هسيبهولك يا دم. ده الكبد بيسال الدم انت ايه حكايتك؟ يقول انا عنده جلوكوز كفايه جدا جدا، ده انا جلوكوزي 120، يروح واخد هذا الجلوكوز وشايله. في صوره ايه؟ يشيله في صوره ايه؟ يجيب كل شوية جلوكوز يلزقهم في بعض، بقت مادة جديدة، بقت مادة جديدة اسمها جلايكوجين، اسمها جلايكوجين، يخزن في الكبد ما راحش الدم. ليه؟ لأن الدم فيه سكر، هبعت له سكر وعنده سكر أعليه؟ ما يصحش، سبحان الله. طيب كل سنة وانتم طيبين، رمضان قرب وهنصوم، هفضل 18 ساعة ما باكلش وبشتغل وراه طالع نازل وما بحسش بأي حاجة. أول ما السكر يبتدي ينزل في الدم المتخزن في الكبد يفك، هو كان أكتر من واحد ماسكين في بعض، جلوكوزة في جلوكوزة في جلوكوزة اسمها جلايكوجين، يفك يبقى جلوكوز ويخش على الدم. لا تحس إنك صايم ولا تحس إن عندك نقص جلوكوز خالص. لماذا؟ الجلوكوز دخل على الكبد، الكبد سأل الدم محتاج؟ يقول له اه، يسيبهوله. لا لا انا عندي كفايه، يروح مخزنه في الكبد. خناقات كتيره جدا، خناقات بين الطبيب وبين المريض، تليف الكبد. انا عايز اصوم يا دكتور. ممنوع يا ابني، انت ممنوع تصوم. لا يا دكتور، ده الصيام ده اهم حاجه في الدنيا، ده اجمل عباده، هتحرمني من احسن حاجه. يا ابني ممنوع تصوم. ليه؟ كبده مش كويس، كبده مش حلو، في مشكله هنبقى نتكلم عليها، تليف في الكبد، ما بيعملش الحركه دي، ما بياخدش الجلوكوز يحوله الماده عند اللزوم، هو ما عندوش مخزون. فمريض الكبد لو صام السكر يبدأ ينزل ينزل ينزل، قد يصل إلى غيبوبة. ليه؟ ما عندوش الفكة إن فك، ما عندوش الجلايكوجين، عشان كده مريض الكبد ممنوع يصوم بتاتا. واضح مريض تليف الكبد. بس مش انت اللي هتقول، الدكتور بتاعك هيقول لك كلمتين دول. اتفقنا؟ يبقى عندي في الكبد الطبيعي جلايكوجين يفك جلوكوز عند اللزوم، وجلوكوز داخل مش محتاجه يتحول لجلايكوجين عشان يتخزن لما احتاجه عند اللزوم. لو انت سهرت شوية وجنب تلاجة تلاقيها بتزن شوية وتسكت شوية، تزن شوية وتسكت شوية، تروح ساكته وبرجع تزن تاني، ايه اللي حصل؟ التلاجة درجة الحرارة 4، خلاص الموتور مش هيشتغل، 4 هو ده اللي انا عايزه. فتحت الباب وقفلته وخدت ازازة مية وخدت تفاحة وخدت خيارة والكلام ده كله، درجة الحرارة في التلاجة ما بقتش 4، بقت 11، الموتور يشتغل عشان ينزلها 4 تاني. مين اللي ظابط الحركه دي؟ جهاز قد كده اسمه ترموستات، اسمه ترموستات. ثرمو ده الحراره، ستات ضابط،
ترموستات ضابط الحرارة هو المسؤول. عشان كده اللي التلاجة اللي الترموستات بتاعها يتحرق تفضل شغال على طول وتتحرق، هي بتشتغل شوية وتبطل شوية، تشتغل شوية وتبطل شوية. كل الناس عارفة الحقيقة دي، ترموستات بتاع الايه، ثرموستات بتاع التلاجة. ما رأيكم نسمي الكبد جلوكوستات ضابط السكر؟ السكر وطي خد يا عم، سكر عالي هات يا عم انا اللي هخزنه واعمله مادة تانية. هو الجلوكوستات بتاع الجسم، ودي يعني سبحان الله عملية يعني ماشية بميكانيكية غير عادية من يوم ما تتولد ليوم ما تتوفى، مظبوطة جدا. الجلوكوستات بتاع الجسم هو الكبد، دي وظيفة أولى للكبد، نفهم فيها يعني إيه كبد وكده. الوظيفة الثانية مهمة جدا جدا، بيعمل بروتينات الدم، بيعمل بروتينات الدم. في بروتين اسمه ألبيومين بيتعمل بالكبد، لو اللي عنده تليف كبد بيبقى عنده مشكلة، عنده نقص ألبيومين قد يستدعي زراعة كبد. طيب ما فيش فرصة زراعة ولا حاجة، نحقن له ألبيومين في الوريد، لأن الألبيومين مهم جدا جدا جدا. لو نقص يعمل استسقاء، لو نقص الألبيومين بطن العين بتكبر وتبقى فيه استسقاء. مين اللي عامل ألبيومين؟ الكبد. ادي بروتين. بروتين تاني اسمه جلوبيولين، نصه من الكبد ونصه من الجهاز المناعي، ماشي، بس الكبد مشترك فيه. بص ثلاثة ده بقى خطير جدا. بروتين مسؤول عن التجلط، يبقى بيعمل ثلاث بروتينات، الالبيومين رقم واحد، الجلوبيولين رقم اثنين، ونمرة ثلاثة بروتين اسمه فايبرينوجين مسؤول عن التجلط. لا تتعجب، لا تتعجب ان مريض كبد نازف، مريض نازف اي جرح صغير يفضل يخر يخر يخر، مشكلة اي جرح. ليه؟ ما عندوش المادة اللي تمنع النزيف، ما عندوش المادة اللي تعمل الجلطة اللي هي الفايبرينوجين. فالكبد بيعمل ثلاث بروتينات مهمة جدا جدا جدا. وظيفة تانية اهي، كوليسترول. ده بقى ده العجب بقى، ده العجب. انا اكلت كوليسترول، مين اللي ياخده يتعامل معاه؟ الكبد. طب ده انا مزودها قوي، واحد كان عازمني عند الكبابجي وجاب لي حاجات سمينة كلها كوليسترول و و و وما متش، ما حصليش حاجة. لماذا؟ عشان الكبد سليم. الكبد ياخد الكوليسترول اللي أنا كلته زيادة ويخرجه في العصارة المنارية، في الحوصلة أو في العصارة المنارية. يلا مع السلامة. بص العجب اللي تقول فيه سبحانك الله يا رب، سبحان الله. طيب افرض أنا نباتي، نباتي ما باكلش لحم خالص ولا فراخ ولا اي حاجه فيها كوليسترول، بلاش، غلبان وما باكلش كوليسترول. الكوليسترول ده مش ماده مهمه؟ لا ده مهمه جدا، لا ده مهمه جدا. مين اللي بيعمل الكوليسترول؟ الكبد، سبحان الله. يخرجه ويعمله، يعمله هو اللي بيعمل الكوليسترول. فده احد الوظائف. تعال بقى عشان نوصل لجيلبرت، الصفرة. الصفرة بتسمعوا عنها كتير جدا جدا جدا، مادة، مادة سامة، مادة سامة. طب وربنا حطتها في جسمنا ليه؟ ده منتج، ده منتج. جميع خلايا الجسم ثابتة، يعني اتولدت ب 600 خلية مخ، 600 لحد يوم ما تخلص، ب 800 خلية قلب، 800 لما تخلص، 2000 خلية كبد، 2000 لما خلص. طبعا ما بتكلمش على واحد أصيب، بتكلم على واحد طبيعي، ما عدا الخلايا الحمراء، ما عدا الخلايا الحمراء، كرات الدم الحمراء لها عمر.
لها عمر 120 يوم. 120 يوم يعني 4 شهور، 30 و30 و30 و30، 120 يوم. أما تخلص لازم تموت، لازم تموت. يعني إيه تموت؟ يعني لها بوائي، يعني لها زبالة، هي الصفرة. منتج الخلية الحمراء اللي ماتت صفرة. من المسؤول عن إخراج هذه المادة؟ الكبد. يبقى عندي مادة اسمها صفرة، جت منين؟ من الخلية الحمراء. أني خلية حمراء اللي ماتت؟ أي اللي عمرها انتهى. عشان كده اللي عندهم تكسير الخلية الحمراء ما بتعيش كتير، يبقى عندهم صفرة. الصفرة تعلى ليه؟ بيكسر قبل الأوان. أمال إيه هو الأوان؟ 120 يوم. خلية حمراء اتعملت تعيش في جسمك 120 يوم فقط، ثم تدغدغ، يطلع منها الصفرة، تجري على الكبد تطلع بره، تجري على الكبد يطلع بره. من المسؤول عن إخراج الصفرة من الجسم؟ الكبد. من أين جاءت الصفرة؟ من الكرة الحمراء. والكرة الحمراء ليه بتطلع صفرة؟ عشان عمرها انتهى، وهي دي منتجات، دي الزبالة بتاعتها. خلاص. طب تخرج ازاي الصفرة؟ ثلاث خطوات، ثلاث خطوات. مهم جدا جدا نفهم الكلام ده عشان اللي عايز يفهم جيلبرت. ثلاث خطوات اخرج بيهم الصفرة. هي معدية كده بتتمخطر وماشية بحلوة قوي 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 في الدم، ودي خلية كبد. هي ماشية معدية كده، أول ما خلية الكبد تشوفها تروح شفطها لازقة على سطح الخلية، كأن في مغناطيس هنا شفطها، لزقت على سطح الخلية. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الأولى إن الصفرة ماشية تروح خلايا الكبد لقطها. الخطوة التانية تخش جوه الخلية. الخطوة التانية. الخطوة الثالثة يحصل لها مشاكل في الخلية كده جوه، تغيرات. الخطوة الثالثة الخروج في الصفرة في القنوات المرارية. ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تعالي على حجر عمه، هي معدية في أمن الله، دخلت على حجر عمه خش في الخلية، دخلت الهية تاخد علقة ما خدهاش حرامي في مسجد، دب 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 دب، تغيرات كلها اتغيرت، تروح خارجة على صورة الصفرة اللي احنا بنشوفها في القناة المرارية، اللي هي لو قفلت لو 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 حاجات كتير، نبقى نخليها حلقة الوحدة. عملت كم خطوة؟ ثلاثة، على حجر عمه، علقة ما خدهاش حرامي في مسجد، ثم تطلع في القنوات المرارية. جيلبرت الخطوة الأولى فشلت. جيلبرت فشل الخطوة الأولى. ليه؟ هو مولود كده، هو مولود كده بس كانش واخد باله. ليه؟ لأن الصفرة ما بتعلاش قوي. الصفرة الطبيعية أقل من 1.9، 8، بالكتير 1. ده بتبقى إيه؟ 1.5، 2، ماكسيمم 2.5، 3. ما ياخدش باله، لأن أنا عينيا ما تصفرش إلا فوق الثلاثة. عينيا ما تصفرش من الصفرة إلا لما تعدي التلاتة. هو عمره كان جيلبرت ما يعدي التلاتة، ونعدى يعدي بحاجة بسيطة جدا، يبقى صفرة بسيطة جدا في العين، نعمل جميع وظائف الكبد تطلع سليمة، جميع وظائف الكبد سليمة 100%. لأن عنده المشكلة في حاجة واحدة بس، وهي أن أنا مش قادر ألقط الصفرة، مش قادر أقول له تعالى على حجر عمه. خلينا بعد الفاصل عشان نشوف حجر عمه عمل إيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم على طريقة إخراج الصفرة من الجسم. تقول لي طب الصفرة دي جاية منين؟ أقول لك دي نهاية الكرة الحمراء، الزبالة بتاعتها، لأنها لها عمر.
هو ربنا خلقها كده لها عمر. واحد يسأل نفسه سؤال، ليه ربنا عمل كده؟ سبحان الله، لأنها بتقوم بوظيفة خطيرة جدا، خطيرة جدا، حمل الأكسجين. تخيل بقى لو خلية حمراء عجزت مش عارفة تشيل أكسجين، سيادتك رحت في الباي باي. لا، قال لك الخلية اللي هتشيل أكسجين ما تعيش غير 120 يوم ثم تموت، زبالتها هي الصفر. تخرج ازاي؟ بثلاث خطوات. أول خطوة تطلقت على سطح الخلية، تعالى على حجر عمه، ثم تخش جوه الخلية تاخد علقة ما خدهاش حرامي في مسجد، ثم تخرج على صورة صفرة اللي هي في القناة المرارية اللي ربنا عاملها عشان كده، وتنزل في الأمعاء وخلاص وما فيش أي مشكلة. ما هو جيلبرت؟ جيلبرت مرض الواحد بيتولد بيه، مرض خلقي، هو مولود بيه كده. ايه المشكلة اللي فيه؟ الخطوة الأولى ما بتمش، تعالى على حجر عمه وما بيجيش على حجر عمه، بتتساب في الدم، فتصفر العينين، عمرها ما تعلى قوي لأن الكمية بعد شوية بيتعامل معها الجسم، بس عمرها ما هتزيد عن 3، صفرة طبيعية 9/10، 1 بالكتير قوي، دي تبقى 1.5، 2، ماكسيموم 3. شرط لتشخيص جيلبرت جميع وظائف الكبد طبيعية، لأن هو ما عندوش مشكلة، هو عنده مشكلة في اللقطة دي، مش مشكلة، ما عملش حاجة، هقيس الصفرة اللي هي عالية شوية، لكن بقية الوظائف، الألبيومين طبيعي، الجلوبولين طبيعي، إنزيمات الكبد طبيعية جدا جدا، هيبقى عالية ليه؟ الكوليسترول طبيعي، السكر كله طبيعي. فده كيفية تشخيص جيلبرت، اللي هو الأخ العزيز اللي بعت السؤال ده، فتح علينا فتحة جميلة جدا، ماهر الشيمي. أعتقد يا ماهر دلوقتي أنت مطمئن رقم 1، وفهمت لو عينيك صفرت ما تقلقش، بيبقى صفار خفيف جدا جدا جدا، ما بيعملش الصفار اللي احنا بنشوفه في مرضى الانسداد المراري او الالتهاب الكبدي، الصفرة بتبقى 17 و18، انت عمرك ما هتزيد عن 2.5-3 بالكتير. جيلبرت عيش حياتك. كان عندي عيان في العيادة جيلبرت بيقول لي انا متقدم اخطب واحدة، اقول لها والله انا احترت فعلا، يعني ما عرفش اجاوب مباشرة كده. الأمانة تقتضي ان الواحد يقول كل حاجة، لكن مش كل حاجة الا لو كانت تأثر. مثال، واحد ما بيخلفش ويعلم وحلل، ان ما قالش عقابه عند ربنا، يعاقب لان دي حاجة فايتال. انما جيلبرت مش هيأثر، ده بيتجوز ويخلف وياكل ويشرب ويتفسح ويروح شهر العسل ويعمل كل حاجة. فقد العروسة وأهلها ما يفهموش يعني إيه جيلبرت، ما يفهموش، يفركشوا الجوازة بلا سبب. فأنا قلت له بص، أنا رأيي، أنت طبعا استخير ربنا واسأل، واسأل رجال الدين تقول ولا ما تقولش، بس لازم تفهمهم ان ده مرض ما بيعملش حاجة خالص، ده انسان طبيعي. قال لي طب لما مراتي تشوف عناية مسفرة شوية، قلت له مش هتشوفها والله ما هتشوفها، وان شافتها هتالي اشرح لها يعني ايه جيلبرت، عشان القلق والشغل الوساوس والكلام، انما مرض خطير، واحد عنده ضرن اللي هو السل لازم يقول لانه مرض معدي، واحد عنده تليف كبد لازم يقول، لازم، دي الامانه تقتضي هذا. انما مثلا واحد عنده حسنه في بطنه، حسنه سودة كده، مشوهاه شوي، بعدين يبقى يقول لها على فكره عندي حسنه في بطن، ان اصرت على انها تفسخ الخطوبه عشان عنده حسنه، هي حره، هي حرة. إنما
المرض اللي يتقال الذي يؤثر على الحياة أو على الخلفة أو على عمره. لو كان المرض معروف عنه أنه بيسبب وفاة، لا لازم يتقال طبعا. دي الرسالة، رسالة عجبتني جدا جدا لأنها فتحت موضوع ما كناش اتكلمنا فيه قبل كده. أنا معاكم بقالي 5 سنين ما قلتش كلمة جيلبرت دي قبل كده خالص، أول مرة أقولها. وبما أننا أول مرة أقولها يبقى إن شاء الله مش هنقولها تاني لأن الناس كلها فهمتها. في رسالة تانية نصفها إنساني ونصفها طبي، نصفها إنساني ونصفها طبي. صاحبة الرسالة رافضة تقول اسمها، حقها حقها. على فكرة احنا ما بنقولش الاسم إلا لما صاحب الرسالة هو اللي بيطلب نقول اسمه، احنا ما بنقولش من نفسنا خالص. فهي طالبة ما تقولش اسمها، خلاص حقها يعني. أنا عندي جلطة في رجلي وكانت بتتحرك في جسمي وجات لي وأنا عندي 17 سنة. يبقى القصة بدأت جلطة في الرجل وسنها 17 سنة. طلعت المناعة بتاعتي عالية، طبعا دي كلمة علميا غلط. علميا مفيش حاجة اسمها مناعة عالية ومناعة واطية، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أمراض مناعية. قد يكون الجهاز المناعي نشط. مفيش حاجة اسمها عالية وواطية دي خالص يعني. طلعت المناعة بتاعتي عالية قوي. كمان قوي عشان تغذيني يعني. وبعدين قربت على الجواز، سألت الدكتور أنو علاج بتاعي مش هيأثر على الحمل. سؤال جميل جدا جدا. واحدة بتروح لدكتور مناعة كاتب لها أدوية 3 4 5 6 أدوية، راحت سألها سؤال واضح جدا، أنا اتخطبت أني دواء في دول هيأثر على الحمل؟ ده مهم جدا يا أخوانا جدا، واي حد لازم يساله. سالت الدكتور انه علاج بتاعي مش هياثر على الحمل. قالت دلوقتي عندي 19 سنه واتجوزت. هي ما ردتش عليها الدكتوره، ما قالت لهاش. وبعدين مشيت في مشوار الحمل ده وحملت مرتين وسقطت، وكل الدكاتره قالوا العلاج اللي انا باخده وبعدين جوزي داخ معايا قوي الصراحة، بيدفع فلوس كتير قوي، وأنا زهقت من العلاج إلا أني باخده، وقلت سيبني أنت مش مجبور تفضل معايا. يعني هي عايزة يعني طلبت من جوزها أنه هو يسيبها، ده الجزء الإنساني اللي هتكلم عليه. بقول له جوزي سيبني واتجوز واحدة تانية وما محدش معاه كده عشان هو شغال سواق تاكسي والدخل بسيط ومش مجبور يفضل معايا، ممكن تنصحني نصيحة أعمل إيه؟ رحت لدكاترة كتير بتوع الحمل، صرفت كتير قوي قوي، جوزي الصراحة مش مقصر معايا في حاجة، أعمل إيه؟ أكمل الموضوع ولا أوقف ويتجوز واحدة تانية؟ نفسي اديك علقة والله العظيم. شعوري دلوقتي امسكك اضربك علقة. هو جوزك جاب سيرة الطلاق؟ انت بتتطوعي بكلام غريب جدا يعني. انت بتفترض انه زهق، ده بيحبك جدا وحيصرف عليك كل مليم ونصيب، هو ماشي معاك لانه يعرف ربنا. انت بتقولي كده ليه؟ لمح ما قلتيش من نفسك كده، انا مش عايزاه يعيش معايا عشان ما يتعبش وما يصرفش. لا ممنوع، مش حقك، مش حقك. لما يبقى يقولك انا مش عايز اعيش معاك لاني عايز عيال، موضوع تاني. ابعتيلي رسالة تانية هقولك تعمل ايه. يا بنتي في كم ست في مصر عندها سرطان ثدي؟ رحت المستشفيات التي تعالج سرطان الثدي؟ كم واحدة منهم اتطلقة؟ أنا عملت هذه النسبة، أقسم بالله العظيم من غير ما حد يحس في العيادة عندي. أصل أنا كان عندي سرطان ثدي وعملت العملية وخدت كيماوي وإشعاع وكده.
في النص كده اقول لها وجوزك اخباره؟ تقول لي كويس جدا جدا ما شاء الله. ما اشوفش ولا واحده اتطلقت عشان عندها سرطان ثدي. تقوم انت تقولي لي عندي جلطه ولسه ما حملتيش تتطلقي؟ انت بتتلككي؟ انا اسف جدا جدا، ده مش تفكير البني ادم اللي ربنا وضبه مؤمن. موضب يعني انت متوضبه مؤمنه، فده مش صح. تعالي نتكلم على المرض نفسه بقى. جلطات الرجل اذا تكررت مع السقط ده مرض معروف. واحده بتسقط كتير، سقطت 3-4 مرات وبيجي لها جلطات في رجلها او في غير رجلها، ده مرض معروف وسخيف وعايز معلم في العلاج. مش اي حد، مش اي حد. المرض اسمه انتي فوسفوليبيد، مرض معروف جدا وصعب. عشان تحملي بتاخدي أدوية معينة عشان يحصل حمل. فأنا أنصحك إنك تروحي لأستاذ أمراض نساء، أستاذ، أستاذ فقط، مش ولد صغير ولا معاه دبلومة ولا لأ. تروحي الأستاذ هيقدر يتعامل معاكي بسهولة شديدة جدا يا بنتي. لكن حكاية اتطلق عشان عندي مرض، هو الراجل ما كلمش جوزك، انت كل الرسالة واضحة جدا، ما كلمش، ما قالكيش روحي على بيت ابوكي عشان ما تخلفيش، ما حصلش. بالعكس، الراجل كل مليم واقف وراكي فيه، وسائق تاكسي قمة الشرف وقمة الرجولة. وتحققت فيك الآية، الزواج ده آية من آيات الله. يعني إيه آية يا ست الناس؟ يعني معجزة، يعني معجزة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دي آية معجزة. خلي بالك اللي بعديها أخطر، الآية اللي بعديها ومن آياته خلق السماوات والأرض. ربنا خلى 2 يعيشوا سوا، عنده رقم 1 قبل خلق السماوات والأرض. فأنت بتكلمي ليه في الطلاق؟ لما يلمح، لما يقول ابعتي لي رسالة وأنا هكلمه تليفونيا وأقول له هذا المرض بيخف. بس عايز حرفنة في العلاج. بناخد أدوية كذا وحقن ومش عارف إيه بتاع لحد أول الحمل، وأول حمل ناخد بالنا. عايز رعاية غير عادية. والراجل ما قصرش معاك، ما قالكيش انت صرفت كتير، بالعكس قمه الخلق والشهامه والرجوله، وزوج بمعنى زوج. بقول لك انا عندي عدد كبير جدا من السيدات سرطان ثدي ولا واحده مطلقه. اظن ده اولى، اظن سرطان الثدي اولى. دي خدت كيماوي، شعرها وقع، نفسيتها اتغيرت، عظمها اتغير، حاجات كتير جدا تخلي الزوج يقول باي باي. ما بيحصلش كده. هو الجواز ده ايه؟ صفقة تجارية. عندما يكون في الصفقة حاجة اقول لك باي باي سلام عليكم متشكر جدا جدا، مش كده خالص خالص يا بنتي. انا اعتقد انت غلطانة غلط شديد جدا جدا. عرض الرسالة انك بتظلمي جوزك. استني أخت العزيزة اللي مكسوفة من نفسها إنها بتكلف جوزها وإنها لسه مخلفتش، وهي اللي بتقول أسيبه. لأ لأ خالص. لما هو يقولك أنا عايز أتجوز واحدة تانية بيقوليلي، أما هو يقولك. إنما أنت من نفسك كده بتتطوعي ملكيش حق. فاكرة أول الرسالة قلتلك إن عايز أضربك لانك انت افترضتي شيء غير موجود. انه زهق، ما زهقش. انه زعل من الفلوس اللي بيصرفها، ما زعلش. كنت حسيتي، كان قالك كفايه كده بقى، كان قالك.
فانت يعني خلينا عاقلين يا بنتي، ومش بس عاقلين، نتقي الله، نتقي الله، اتقاء الله في المواقف اللي زي دي يقف جنبك، يقف جنبك. ان الله يدافع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. والله الآية دي بتخلي جسمي أشعر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خد على نفسه العهد، خد على نفسه العهد. شرط إنك تبقى مؤمن بس، وسيب لي الباقي بقى، سيب لي الباقي، أنا اللي هدافع عنك في أي موقف من المواقف. مين فينا ما بيقفش مواقف محتاج حد يجي جنبه؟ طب ما بالك إن الحد ده ربنا اللي خلقك وخلق اللي قدامك، ما بالك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبعدين برضو آخر حاجة عايز أقولها لك، الفلوس دي إيه؟ الفلوس إيه؟ أي حد يقول لك الفلوس دي رزق، موافقة؟ أقول لك طب والعيال إيه؟ تقول لي العيال رزق، أقول لك لا غلط، لا العيال مش رزق خالص. ربنا لما اتكلم على الفلوس قال يرزق من يشاء، لما اتكلم على الاطفال والعيال قال يهب لمن شاء. يهب يعني يهب يعني هديه. هديك هديه وحشه، هبعت لك على بيتك هديه مش حلوه، شويه رمل وطوب وطين، وابعت لك اقول لك الدكتور حسام بعت لك الهديه دي، تزعلي مني؟ ما يدريكي ربنا مأجل الحمل ليه؟ لأن اللي كان هيجي هيجي وحش، فأنا مأجلهولك شوية لحد ما يبقى كويس قوي. عشان كده أي كلمة دي بقولها لأي حد اتعطل الحمل عنده، أي واحدة ست في عيادتي اتعطل الحمل بقول لها الكلمة دي، يهب لمن يشاء، ما قالش يرزق من يشاء. أبو تامر، أبو تامر باعت رسالة جميلة جداً، يقول عندي كيس مياه داخل الكلى وأريد علاج لهذا الوضع، وهذا من 5 سنوات. في دكتور قال أشيله، وفي دكاترة كتير قالوا لا ما يتشالش. سهل، سهل جدا جدا. عندنا أنواع كثيرة من الأكياس، أكياس الكلى أنواع كثيرة جدا. اللي خطر شوية لما يكون أكياس متعددة، وده غالبا مرض وراثي، غالبا مرض وراثي. تلاقي الكلى دي عبارة عن أكياس، والكلى التانية عبارة عن أكياس، ويحصل مشاكل في الضغط، تلاقي الضغط عالي بسرعة جدا جدا. في وظائف الكلى تلاقي ساعات الكرياتينين يعلى. وبرضو حقف عند الكرياتينين، دي نقطة مهمة جدا لأولادنا الدكاترة الصغيرين وللي عايز يفهم. كرياتينين مادة لا يجب أن تتعدى 1.1 من 10، في بعض المعامل أقصى حاجة 1.5، ما يزيدش عن كده، ده في بعض المعامل. لما العادي 1.2 من 10، 9 من 10، يعني رقم معقول جدا. طب افرض لقيت عيان كرياتين بتاعه 4، يبقى الكلام شغال تمام. تقول لي 4 دي خطر، اقول لك اصبر بقى، ده اللي انا هقوله لك، ده اللي هقوله لك. واحد الكرياتين 4، واحد الكرياتين 2.5، مين الاسوأ؟ عارف الاجابه الصح؟ تقول لي ما اعرفش، اتابع ده واتابع ده. يعني ال 2.5 احلله بكره، لقيته بقى 2.7، 2.9، 3.1، 3.3، ده أخطر من واحد ثابت على عالي. إذن لو لقيت الكرياتين بيتغير كل يوم أخطر من واحد كرياتينه ثابت، واحد عنده فشل كلوي وكرياتينه 6 وثابت على كده، أحلله بعد شهر 6، بعد شهرين 6، بعد 3 أشهر 6، ثابت، ما يخوفنيش قوي. لكن مين اللي بيخوفني قوي في وظائف الكلى؟ لو واحد بيتغير كل يومين 3. عشان كده متابعة وظائف الكلى يوميا
مهمة جدا، بلاش يوميا، أسبوعيا مهمة جدا. أشوفه كان 5 بقى كام؟ ده لسه 5، أحمدك يا رب. تقولي بس 5 ده عالي قوي، أقول لك أنا عارف، أنا عارف إنه عالي وهياخد علاج، بس ما يخوفنيش قوي. اللي بيعلى كل يوم ده، ده سكة الغسيل، ده سكة الغسيل. إنما اللي ثابت على رقم ممكن يعيش كويس جدا، أنظم له أكله وكمية المية اللي بياخدها وشوية أدوية خفيفة وخلصت المشكلة، خلصت تماما يعني. هتابعه لو لقيته اتغير يبقى المشكلة صحيت. أكياس الكلى قد يكون أكياس متعددة، عدد كبير في كلوتين، مش حلو، مرض وراثي، وراثي يتورث. عشان كده يعني اللي بيفكروا في الكشف الطبي قبل الزواج لهم حق، لهم حق. هنقلل كتير جدا الأمراض الوراثية مثل تكيس الكلى. تكيس الكلى ده تكياس يمين وشمال وكتير، 100 كيس، 200، أي حاجة. لكن في كتير جدا نقابل بالصدفة ألاقي كيس في الكلى، زي الحالة دي صدفة. أنا رايح أعمل موجات صوتية على البطن، سونار، فالراجل بيرسم لي السونار لقى كيس في الكلى. إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ وظائف الكلى سليمة، بعمل متابعة لقيت الكيس ما بيتغيرش حجمه خالص، هو هو، سنة نفس الحجم، سنة تانية هو نفس الحجم، خلاص ولا حاجة خالص. اللي قال لك تشيله غلطان، غلطان. ليه تشيله؟ ليه؟ ليه؟ كيس في الكلى ثابت وحجم ثابت وشكل ثابت وهو هو بقاله 5 6 سنين، متشكرين جدا. طب وده ايه؟ خلقي برضو. في نوع مش خلقي، في نوع مكتسب، بس ده خلقي. فأكياس الكلى نخلي بالنا منها كويس جدا جدا، عشان ما نعملش حاجة بدون داعي. قد وأنا بشيل كيس الكلى أضر الكلى، يبقى بدل ما سيبته في حاله بوصله كله، بوصله كله. تقول لي طب أكياس الكلى افرض مأثرة على وظائف الكلى، دي قصة تانية. لو كيس واحد في الكلى مؤثر على وظائف الكلى دي قصة تانية. كيس واحد وكلى فيه داخله شيء شكله غريب قصة تانية. إنما ده احنا بنشوفها يوميا، والله العظيم يوميا. تيجي لك سونار لعيان ومرعوب، يقول لك الدكتور قال لي ان في كيس في الكلى. قلت له ايه يعني؟ عمل ايه كيس الكلى ده؟ ولا حاجه. انما الاكياس المتعدده عاده تبدا بضغط عالي، يعني العيان يجي لنا بضغط عالي، ضغطه عالي نبتدي بقى نخلي بالنا يا ترى ده ايه، ضغط كلوي ولا غير كلوي. لو طلع كلوي يبقى ده نشوفه بالسونار الكلى شكلها ايه، هل الكلى ضامرة ولا كلى فيها اكياس ولا حاجة سد الكلى. ليه؟ عندنا من الضغط العالي احد الاسباب هو الضغط الكلوي. نلتقي الجمعة الجاية.